الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتنس الأرض تحييكم. إن شاء الله نتكلم النهاردة على بطولة أمريكا المفتوحة. إحنا اتكلمنا على رولاند جاروس والفيديو كان ناس كتير أعجبت بيه وعلقوا عليه تعليقات جميلة وشاكرين أفضلهم كل اللي علق على الفيديو ده، إحنا شاكرين جدا. هنبدأ إن شاء الله في دورة أمريكا المفتوحة. هي طبعا بطولة أمريكا المفتوحة تعتبر من الجراند سلام، من ضمن البطولات الأربع اللي هي ويمبلدون ورولاند جاروس وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة. إذا هي من ضمن الجراند سلام اللي هي الدورات الكبرى اللي بتقام في التنس. زي ما قلنا هي إحدى البطولات اللي تقام سنويا، وهي تقام في نيويورك. في أول انطلاق لها كانت في أغسطس 1880. إذا برضه دي من ضمن البطولات القديمة جدا، لأن التنس طبعا وظهر في الدول ديت في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وليه قصة إن شاء الله بنتكلم فيها. فلها القدم، دورات لها القدم يعني تقريبا دورة أمريكا المفتوحة دي سنة 1880 يعني عدت أكتر من قرن. وهي طبعا بتقام على الأراضي الصلبة، الأراضي الزرقاء الصلبة غير الأراضي الترابية. طبعا الدورة الوحيدة اللي احنا بنتكلم فيها هي دورة عشان برضو الجمهور يبقى فاهم أو المستمعين فاهمين، إن الوحيدة اللي هي بتقام على الأراضي الترابية بعد دورات الماسترز ورولاند جاروس. ورولاند جاروس كلها مشهورة طبعا بالأرض الترابية اللي هي الأراضي الحمراء. أما باقي البطولات إن كانت أمريكا المفتوحة أو أستراليا المفتوحة أو ويمبلدون، دول بتقام على الأراضي الصلبة. فالأراضي الصلبة طبعا بتفترق عن الأراضي الحمراء، سوري ويمبلدون عن الأراضي الخضراء اللي هي بنسميها احنا الأرض العشبية بالنسبة لويمبلدون. أما خلينا في موضوعنا في أمريكا المفتوحة، هي طبعا زي ما قلنا هي من ضمن البطولات القديمة جدا وظهرت سنة 1881، وهي بتقام في آخر أسبوع من أغسطس من كل سنة، وبتاخد الأسبوع بتاع أول سبتمبر من كل عام. هي بتقام في مدينة تدعى هناك اسمها فلاشينج ميدوز كورونو بار في نيويورك في أمريكا، وبرضه بتعمل رواج جامد جدا في السياحة هناك في هذه المنطقة، لأن بتبقى ليها مريدين ومتفرجين بيجوا من أنحاء أمريكا كلها وأيضا من أوروبا بيجوا يتفرجوا عليها، لأنها بتبقى دورة من الدورات الكبرى. إن أي لعيب من اللي هم متقدمين جدا اللي هم الأشهر الأبطال الأوائل أو اللي بعدهم بيتمنوا إن هم ياخدوا هذه الدورات، لأن بتعتبر هذه الدورات من أعظم الدورات الأربع اللي هي بتقدر ترفع رصيد النقط عندهم، وبتقدر ترفع رصيد اللي إن هو يقدر ياخد جوائز أكتر أو ما شابه ذلك. شكرا وإلى اللقاء.